بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بسكشن 4.3 اللي هو الاتوميك سبيكترا، الطيف الذري. بنلاحظ انه الطيف الذري تكلمنا سابقا عن استقرار النواة، الاتوميك ستابيليتي. هذا الاستقرار الذرات لم تستطع اللي هي الميكانيكا الكلاسيكية تفسيره. الشغلة الثانية اللي ما استطاعت كمان الكلاسيكال فيزيكس تفسيرها اللي هي the existence of spectral line اللي هي خطوط الأطياف الذرية التي تتعلق بكل عنصر على حدة. فنلاحظ ان احنا بشابتر 2 اخذنا اللي هو البلاك بادي راديشن، حكينا انه الكوندنس ماتر اللي هي المادة المكثفة اللي هي الصلب والسائل عند جميع الدرجات بتشع اي ام راديشن اللي هي اشعاع الجسم الاسود على كل الاطوال الموجية الموجودة، ولكن تختلف اللي هي الانتنسيتي. هذا خلينا نحكي الراديشن استطاع العالم بلانك تفسيره اللي هو عن طريق اللي هي اشعاعات اي ام ويفز التي تخرج من هذه الذرة. ولكن هذا العالم خلينا بلانك حكى انه في راديشن ماتيريال وهي اللي بتشع هذا الاي ام ويفز. بينما خلينا نحكي التفسير الذري الدقيق اللي هو الاتوميك بيهيفير، لم يستطيع هذا العالم بلانك ان يعرف ماذا يحصل خلينا نحكي بالتحديد في على المستوى الذري. فلذلك خلينا نحكي كمان هناك يعني مثال اخر اكزامبل ثاني اللي هو الاتومز او الموليكيولز اللي هي ذرات وجزيئات اللي هو الغاز المخلخل، او خلينا نحكي الغاز اللي بيكون ضغطه مخفف كثير. يعني بنحط غاز بيكون البريشر له ضعيف جدا، بيكون يعني خلينا نحكي كمية الغاز المحتوى داخل الانبوب قليلة جدا. هذا الغاز طبعا لا يحدث هناك اي تفاعل او اصطدامات بين الجزيئات او ذراته. هذا الغاز اذا بنمرر خلينا نحكي اذا بنمرر اللي هو تيار كهربائي داخله بيعطيني emitted radiation، بيعطيني اشعاع اللي هو EM radiation له خلينا نحكي خصائص معينة. هذا اللي بدنا نشوفه when an atomic gas or vapor، اذا كان عندي بخار او غاز ذري less than atmospheric pressure اقل من الضغط الجوي، وكان هذا خلينا نحكي حدث له excitation يعني خلينا نحكي زودناه بالكتريك كرنت اعطاه خلينا نحكي فرق جهد معين حتى يصير excitation، يعني تتهيج الذرة وذلك بحصولها على طاقة، لانه الالكترونات لما تحطها فرق جهد خلينا نحكي تكتسب طاقة حركية وتتهيج وتصبح طاقتها عالية، وذلك فبنصير بنسميها انه excited الذرة صار لها تهيج. فبصير عندي emitted radiation، هذا emitted radiation اللي هو الاشعاع اللي بينبعث من الذرة له spectrum له طيف معين والcertain specific wavelength عنده خطوط طول معينة، هذا الطيف يحمل اطوال موجية معينة وبترتيب معين. كيف خلينا نحكي نعرف هذا اللي هو التهيج؟ نقدر نستخدم اللي هو سبكتروميتر اللي هو مطياف لكي يحلل اللي هو using the diffraction اللي هو حيود الضوء، باستخدام حيود الضوء بواسطة منشور زجاجي نستطيع انه نحلل اللي هي خطوط الطيف هاي الصادرة من عنصر معين او من هذا الغاز اللي موجود تحت فرق جهد معين. فزي ما انتم شايفين هاي الرسمة اللي هو عندي اللي هو الغاز اللي بيكون ضغطه منخفض جدا نسميه rarefied gas او vapor او بخار excited by electric discharge، بصير له تفريغ كهربائي بواسطة فرق جهد معين، فينتج عن هذا فرق الجهد انه بتتهيج الالكترونات وينبعث منها radiation نستطيع انه نخليها تعبر عبر سلت عبر شق معين، ومن خلال منشور زجاجي
نستطيع تحليل هذه الأطياف الأطياف الموجية اللي خاصة بكل عنصر. طبعا زي ما حكيت لكم هاي الأطياف الموجية لم يستطع الميكانيكا الكلاسيكية تفسيرها. عندنا زي الهيدروجين يحمل أطياف موجية معينة وهو غاز، عندنا في تقريبا هذا الطول الأول عند بين الريد والأورنج، الطول الثاني بين الجرين والبلو، الطول الثالث عند الفيولت والرابع عند الفيولت. الهيليوم غاز آخر كمان خلينا نحكي يحمل أطياف موجية زي ما انتم شايفين خطوط الطيف، هذه بنسميها السبكترال لاينز، خطوط الطيف المعينة. فخلينا نحكي هاي. والميركوري عبارة عن سائل ولكننا نستخدم البخار في هذه الحالة وليس الغاز. الهيدروجين والهيليوم غاز، عشان احنا هيك حكينا يا فيبر اللي هو بخار او غاز. فالغاز اللي بكون بحالته الطبيعية غاز. الميركوري هو عبارة عن خلينا نحكي هو عبارة عن سائل، ولكن بهذه الحالة بدنا نضطر انه نستخدم البخار للسائل، فبنعرضه انه خلينا نحكي حرارة معينة او فرق جهد معين حتى نحصل على البخار منه. طيب هاي خلينا نحكي ديفراكشن جريتنج زي ما حكيت لكم لو شبكة الحيود او محزز الحيود، هو الذي نستطيع انه نحصل فيه على خلينا نحكي على اللي هي الاطياف خطوط الموجية او الاطياف الموجية لكل عنصر. اذا هون بنحكي انه every element له unique line spectrum when a sample of it in the vapor phase is excited. وحنا حكينا انه excited بواسطة فرق الجهد، اللي بالنسبة لكل عنصر يجب ان يكون في حالة الفيبر او الغاز. spectroscopy خلينا نحكي التحليل المطياف الموجي اللي هي هذا العلم اللي بيحلل عندي خطوط الطيف لكي يعرف ما هي المادة المجهولة. اذا spectroscopy is a useful tool، هو عبارة عن اداة لتحليل analyzing the composition of unknown substance. احنا بنستخدم التحليل الطيفي لانه كل عنصر يحمل خلينا نحكي اطياف موجية معينة، لذلك في علم اسمه السبكتروسكوبي، هو عبارة عن تهييج ذرات او المادة معينة، ومن خلال خطوط الطيف الصادرة عن هذه المادة نعرف شو المكونات العناصر لهذه المادة. طيب عندما بالنسبة اذا كان عندي وايت لايت، الوايت لايت هو الضوء الابيض زي ضوء الشمس، اذا مر خلال غاز، اذا مر هذا الضوء الابيض من خلال غاز، ذا غاز شو بيعمل الغاز؟ خلينا نحكي احنا قبل ما نحكي هالمعلومة نسينا نحكي لكم انه هاي خطوط الانبعاث بنسميها بالفيزياء emission line spectra اللي هو خطوط الانبعاث الطيفي. emission لانه هي انبعاث، ينبعث من هذه العناصر اللي هي خطوط طولية معينة. اذا هسه خلينا نحكي العكس، اذا مر عندي ضوء ابيض اللي هو ضوء كامل يحتوي على كل خلينا نحكي الاطياف الضوئية، اذا مر من خلال غاز فانه الغاز هذا يمتص الضوء of certain wavelength، يعني يمتص اذا مر خلينا نحكي ضوء ابيض من خلال عنصر فان هذا العنصر يمتص الاطوال الموجية من خلال اللي هو خطوط الانبعاث، هذا بنسميه اللي هو امتصاص الالوان معينة بنسميه absorption line spectra اللي هو خطوط الامتصاص الطيفي. لاحظوا الاول سميناه emission line spectra اللي هو خطوط الانبعاث الطيفي، الثاني سميناه خطوط الامتصاص الطيفي. فهذا خلينا نحكي بيتكون خطوط الامتصاص الطيفي يتكون من برايت باك جراوند، عندي الباك جراوند بيكون برايت اللي هو وايت لايت بيكون ضوء ابيض، بيكون عندي دارك لاينز عندي خطوط خلينا نحكي سوداء. وين موجودة الخطوط السوداء؟ موجودة عند الميسنج ويف لينث، عند الخطوط المفقودة. يعني خلينا نحكي خطوط الامتصاص الطيفي بيكون عندي مكان خلينا نحكي الخطوط التي ظهرت في خطوط الانبعاث الخطي كانت خطوط مضيئة بألوان معينة، هنا تظهر عندي اللي هي خلفية مضيئة كاملة باللون الأبيض،
والابزوربشن بيكون عبارة عن خطوط سوداء عنده. فلاحظوا هذا فيجر اللي هو 4.9. The dark lines of the in the absorption spectrum of an element correspond to bright lines in its emission spectra. يعني خطوط خلينا نحكي يعني بنقدر نحكي انه الابزوربشن سبكترا هو مشابه للايميشن سبكترا، بس مكان خلينا نحكي الابزوربشن سبكترا هو عبارة عن خطوط سوداء تكون خلف خلفية مضيئة بيضاء. عندنا الايميشن سبكترا بتكون الخلفية معتمة والمضيء فقط اللي هو خطوط الانبعاث الطيفي. فخطوط الانبعاث الطيفي هي نفسها خطوط الامتصاص الطيفي، فالابزوربشن سبكترم هو نفس الايميشن سبكترا، وهاي الشكل 4.9 بدل انه عندي نفس الخطوط للانبعاث والامتصاص. طيب هسا منيجي عندي على السبكترال لاين اللي هي خطوط الامتصاص الطيفي واللي هي السبكترال سيريز. طيب منيجي عندي الخطوط هاي تابعة اللي بتصدر عندي عن عناصر لإشي اسمه السبكترال سيريز اللي هو السلاسل الطيفية. أول سلسلة طيفية اكتشفها اللي هو العالم اسمه بالمر عام 1885 اللي هي خطوط اللي هي the visible part of the hydrogen spectrum، خطوط الانبعاث الطيفي اللي صادر عن ذرة الهيدروجين. فالعالم او الفيجر 4.10 shows the Balmer series the line of the longest، يعني اطول خط في هذه السلسلة في سلسلة بالمر، the longest wavelength هو 656.3 نانومتر، هذا بنسميه اللي هو H alpha. The next one اللي هو الويف لينث له 486.3 نانومتر، هذا بنسميه H beta، وهكذا. عندما ينقص الطول as the wavelength decrease the lines are found closer together and weaker in intensity until اللي نهاية السيريز توصل اللي هو، لاحظوا ان الطيف الاطياف هاي في سلسلة بالمر قاعدة بتقل، بدأنا ب 656 نانومتر انتهينا ب 364، وحكينا كلما قل الطول الموجي كلما ازداد تقارب هذه الخطوط من بعضها البعض. العلاقة اللي خلينا نحكي اللي بتوصف هذه الطول الموجي بالمر فورميلا فور ذا ويف لينث اللي هي العلاقة 4.6، واحد على لامدا اللي هو الطول الموجي بيساوي ار، هذا الار بنسميه ريدبرغ كونستانت، واحد على 2 تربيع ناقص واحد على ان تربيع، حيث ان تبدأ من الثلاث. لاحظوا انه المقام في الحد الاول هو واحد على 2 تربيع، هذا هنا، وان هاي لازم تبدأ من ثلاث حتى يطلع عندي الجواب موجب، يعني واحد على 2 تربيع 4 ناقص الحد الاول واحد على 3 تربيع 9، واحد على 4 ناقص واحد على 9، بعدين بضربه بالثابت هذا ريدبرغ كونستانت اللي هو 1.97 بالألف في 10 قوة 7، بعدين بطلع عندي اللي هو الأول اللي هو طول موجي زي ما حكينا اللي هو 656.3 نانومتر اللي هو بينتج عند تطبيق الرقم N بيساوي 3 وسميناه H ألفا، والثاني اللي هو H بيتا اللي هو عند N بتساوي 4، وهكذا. طيب the series limit correspond يعني يعني متى بتكون نهاية السيريز اللي هو أقل طول موجي؟ عندما تكون N هون اللي بتتراوح من 3 للما لا نهاية، إذا طبقنا هون 1 على N تربيع مكان ال N ما لا نهاية بصير عندي 0. فإذا 1 على لامدا شو بتساوي؟ ربع R، ومنها بنطلع اللي هو الطول الموجي. إذا the wavelength اللي هو حكيت لكم 1 على لامدا بيساوي 1 على 2 تربيع اللي هو 4 ربع R، إذا الطول الموجي بيساوي R على 4 على R، وهذا طبعا زي ما حكيت لكم بعود لهذا الرقم اللي هو 364.6 اللي هو أقصر طول موجي في هذه السلسلة. فهذه السلسلة بنسميها بالمر. فسلسلة بالمر طبعا كل السلاسل
تقريبا خلينا نحكي نفس الفورميلا إلها، بس بيختلفوا في الرقم الأول هذا. فلاحظوا بسلسلة بالمر بدينا باثنين، والعدد أن يبدأ من الرقم 3. هسا بنيجي على سلسلة ليمان. سلسلة ليمان للأطياف الذرية بنيجي عليها، نشوف سلسلة ليمان. طبعا هاي زي ما حكيت لكم سلسلة بالمر بدينا ب 300 زي ما شفنا هون، 656، وانتهينا ب 364 زي ما شرحنا لكم عليها تبعت المالا نهاية. هاي خلصنا من بالمر، نبدأ اللي هو في ليمان. ليمان لها فورميلا معينة بتبدأ بالواحد. ليمان لاحظوا بالمر بدأت باثنين، ليمار بتبدأ بواحد. والان عدد الان هذا بيبدأ عندي من اثنين، ونفس الفورميلا وثابت ريدبرغ هذا نفسه. السلسلة اللي بعديها اسمها باشن اللي هي تبدأ بثلاث. احنا حطينا بالمر اول لانه هو اول عالم اكتشفها، ولكن عندي ليمان هي التي بدأت بواحد، باشن بدأت بثلاث، ثلاثة تربيع طبعا، والرقم لازم يبدأ بعدد اكبر من الثلاث اللي هو اربعة. ونفس الشيء براكت بدأت بالاربعة، واحد على اربعة تربيع. واخر اشي اللي هو العالم بفاند اسمه، فبدأت بخمسة. وهكذا هاي عندي قديش سلسلة، واحد اثنين ثلاث اربعة، خمس سلاسل كل واحدة تبدأ من رقم. عندي من واحد ليمان، اثنين بالمر، ثلاثة باشن، اربعة براكت، وخمسة بفاند. هذولا اللي هن سبكترال سيريز اوف هيدروجين، وطبعا العلاقة او الفيجر هذا اربعة ستة هو اللي بيحدد لي، خلينا نحكي اللي هي الاطوال الموجية لهاي البراكت لهاي السيريز. هاي ليمان هنا، وليمان سيريز سبكترال سيريز the wavelength موجود في وح in each series are related by similar formula. فلاحظوا هاي بالمر موجودة، هاي ليمان، وهاي بالمر رقم اثنين بالترتيب، بعدين باشن، بعدين براكت، بعدين فاند. هذول هن السلاسل اللي موجودة عندي. طيب خلينا نبدأ، يعني خلينا نحكي السكشن اللي بعده اللي هو ذا بور اتوم، اللي هو نظرية بور للذرة. في عندي الكترون ويفز اللي هي موجات الالكترون ان ذا اتوم. اول خلينا نحكي ذا بور اتوم هي اول نظريه، ذا فيرست ثيوري اوف ذا اتوم تو ميت وذ اني سكسس، يعني اللي هي وجدت خلينا نحكي نجاح، هي النظريه التي وضعها العالم بور في عام 1913. كان مبدا هذه النظريه ذا كونسبت اوف ماتر ويفز، اللي هي اللي اخترعها دي بروي، هاي اللي هي الماتر ويفز اللي هي امواج المادة، قادتنا بطريقة طبيعية الى هذه النظرية. حيث ان دي بروي شو حكى، خلينا نحكي بور، دي بروي حكى انه المادة زي الالكترونات هي من المادة اللي موجودة في الذرة لها امواج. بور يوزد الافكار هاي، يوزد طبعا استخدم الديفرنت ابروتش، يعني خطوات اخرى، لانه دي بروي جاء بال 27 بعد تقريبا بعد اللي هو العالم دي بروي او قبل العالم دي بروي بعشر سنوات. فشو الابروتش اللي استخدمه دي بروي بخلينا نحكي بهاي الامواج، ما كانت لسه امواج دي بروي يعني مكتشف العالم دي بروي. خلينا نحكي هو عمل اكزامينج، يعني عمل للويف بيهيفير اوف ذا الكترون، ذا ويف بيهيفير اللي هو التصرف الموجي للالكترون ان ذا اوربت اراوند هيدروجين نيوكليس، تصرف الالكترون حول نواه ذره الهيدروجين. طبعا الالكترون فيلوسيتي زي ما شفنا في مثال سابق انه كان في الرينج تبع 2 في 10 قوة 7، فكان انه هذا much smaller than سرعة الضوء، فعشان هيك بنفترض انه الجاما اللي هي 1 على جذر ال 1 ناقص في تربيع على سي تربيع بتساوي 1. فهنا طول موجة دي بروي اللي هي اللامدا شو كان بتساوي؟
اتش اللي هو ثابت بلانك على المومنتم اللي هي على ام في في، هذا اللي هو اقتراح دي بروي. هاي كانت المعادله، واحنا طلعنا من هذا الشابتر سرعه الالكترون في مداره، حيث انه في طلعناها بتساوي الاي شحنه الالكترون على 4 باي ايبسيلون نوت ام في ار تحت الجذر. اذا الاوربيتال الكترون ويف لينث شو بتساوي لما نطبق في هاي المعادله؟ بس بنطبق محل الفي، فبتساوي عندي اللامدا اللي هو الطول الموجي للالكترون في مدار ذره الهيدروجين، بيساوي هذا الرقم اتش على اي في جذر التربيعي ل 4 باي ايبسيلون نوت ار على كتله الالكترون. فهاي اول خلينا نحكي اوجدنا اللي هو اللي هو طول موجة دي بروي المرافق للالكترون. لما نعوض الارقام، طبعا هذا كله هون ارقام ثابتة بالنسبة لذرة الهيدروجين، هذا على علاقة 4 11، فمنطبق الارقام عشان نطلع الرقم اللي بيطلع معنا. يطلع معنا هذا الرقم بيساوي 33 في 10 قوة ناقص 11 متر. فهذا 33 في 10 قوة ناقص 11، اذا احنا من نقارنه بينه وبين محيط هذا المدار، the wavelength is exactly الطول الموجي للإلكترون تبع طول موجة دي بروي مساوي تماما the same as the circumference of an electron orbit، مساوي تماما لنصف قطر ايش؟ مش نصف قطر، اللي هو محيط اللي هو ذرة الهيدروجين. ذرة الهيدروجين تساوي 2 باي في ار، وار احنا طلعناها سابقا اللي هي 5.3 في 10 قوة ناقص 11، لما نضربها في 2 باي لي 6.28 طلع معنا العدد اكزاكتلي اللي هو 33 في 10 قوة ناقص 11. فاذا طلع عندي طول موجة دي بروي بيساوي لمحيط المدار. فلاحظ هنا اللي هي الخطوة الاولى انه طول موجة دي بروي بيساوي اللي هو محيط المدار. طيب في عندي شغلة ثانية، انه محيط المدار مش بيساوي 1 ويف لينث، ممكن يساوي 2 ويف لينث بدل 1 ويف لينث، ممكن هون يساوي 4 ويف لينث، سيركمفيرنس بيساوي 4 ويف لينث. فاحنا بنقدر نحكي انه طول مو اللي هو محيط المدار بيساوي عدد صحيح من طول موجات دي بروي. فهون بنيجي عندنا على اللي هي فرضيه اللي هي العالم نيلز بور اللي هي بور اتوم، ان الكترون كان سيركل ان نيوكليوس اونلي، يستطيع اللي هو الالكترون يحيط حول النواه اونلي اف اتس اوربت كونتينز ان انتجرال نمبر اوف دي بروي ويف لينث، يعني يجب ان يكون محيط الدائره مساوي لعدد صحيح من طول موجه دي بروي. يعني هذا الملخص اللي احنا بدنا اياه، اللي بدنا نكتبه هون اللي هو هيا اللي هو محيط المدار 2 باي في ار ان بيساوي عدد صحيح من طول موجة دي بروي ان في لامدا. فاحنا هنا لما نكتب اللامدا اللي طلعناها سابقا اللي هي علاقة 4 11، بس بنضربها في ايش؟ في ان، في اتش على اي، في طبعا هنا بدل الار بشكل عام اللي هو بنحط ار ان حتى نطلع، لانه المدارات مختلفة فبنحط هون ار ان بيساوي 2 باي ار ان حتى نطلع الار ان. يعني هاي المعادلة بدنا نطلع الار ان منها. فالاوربيتال راد اللي هو اقطار او انصاف اقطار المدارات في ذرة بور هي تساوي هذا النتيجة النهائية اللي حصلنا عليه 4 13. ار ان بتساوي ان تربيع في ثابت بلانك تربيع في السماحية الكهربائية ابسلون زيرو على باي ام اي سكوير. لما نيجي نطبق هسه على العلاقة 4 13، بدنا نطبق ان بيساوي 1 اللي هو المدار الاول، نصف قطر اللي هو المدار الاول اللي هو ذا بنسميه ذا radius اوف ذا انر موست اللي هو المدار الداخلي الاول، بنسميه هذا اللي هو بور radius اوف ذا هيدروجين اتوم، وبنسميه نطلق عليه الرمز A0. فالبور radius شو بيساوي؟ لما بالعلاقة هاي بنطبق هون الان، ان تربيع بيساوي 1 يعني 1 تربيع، ومنوجد هذول العلاقات بنوجد انه الـ A0 بيساوي R1 ويساوي 5.292 في 10 قوة ناقص 11 متر. فبشكل عام اذا احنا انه اي مدار الـ RN بيساوي N تربيع في الـ A0، بدل ما ظلنا نحسب الـ A0 فالعلاقة 4 14، احنا بس بنحسب انه الـ A0
اللي هي 5 فاصل، احنا بنقربها 5.3 بدل 5.292، 5.3 في 10 قوة ناقص 11، ومنها بنوجد أي مدار قديش نصف قطره حسب نظرية بور للأتوم. فإن شاء الله المرة القادمة نبدأ في الدرس 4-5.